من أسئلة الكتاب شابتر 9 question 20 أو any form steel beam has a mass of 940 kilogram on it is resting half of an identical beam as shown in figure. يعني نص الوزن أو نص الكتلة. What is the vertical support force at each end؟ نرسم free body diagram ونحط عليه الويتس اللي عندنا في النص في 1 فول ام جي وفي ربع المسافة 0.5 ام جي وعندنا 2 سبورتس وليكن A و B F A F B وعايزهم نحط المسافات عندنا ال ام جي موجودة عند نص الطول يبقى هاف ال والبوينت فايف ام جي تقسم المسافة الباقية بوينت تو فايف ال بوينت تو فايف ال لان المركز موجود في نص المسافة فنص النص ال ال يبقى دينا بوينت تو فايف ال. نقدر ناخد التورك طبعا الشكل ستيبل عند ال A او ال B equals زيرو. لو خدنا عند ال A ال F A مر فمالوش تورك. ال F B هتضرب في الطول كله وتعمل تورك بوزيتيف لان عكس عقارب الساعة. الكابيتال M G الفول ويت يتضرب في بوينت فايف ال ويعمل نيجاتيف لان مع الساعة وزيه البوينت فايف ام جي يتضرب في بوينت تو فايف ال ويعمل مع الساعة فنيجاتيف. نقدر نصطب ال ال لان موجودة في كل الثري تيرمز. اذا الاف بي ايكوالز بوينت فايف ام جي بلس بوينت فايف تايمز بوينت تو فايف بوينت وان تو فايف ام جي يعني equals 0.625 الماس 940 نضرب في الجي اللي هي 9.8 equals يبقى 0.625 times 940 times 9.8 يديني 5760 نيوتن بعد التقريب لثري ديجيتس. ممكن من سيجما التورك اباوت بي او من سيجما الاف واي ايكوال زيرو نجيب الاف اي. الاف اي مع الاف بي ماينس الام جي ماينس 0.5 ام جي ده كله يساوي 0. اذا ال اف اي ايكوالز 1.5 الام في الجي ماينس ال 5760 ايكوالز 1.5 تايمز 940 تايمز 9.8 ماينس الانسر اداني 8060 نيوتنز. ممكن ناخد التورك اباوت بي للتاكد ان شغلنا صح. نضرب الام جي 0.5 ال البوينت 5 ام جي في 0.75 ال ماينس الاف اف ال ايكوال 0 ونجيب الاف اي هيطلع نفس القيمه اللي احنا حسبناها عشان نتاكد ان شغلنا صح.